البرازيل لا يمكن أن تتوقف. لكن يدل على شيء أن المنتخب الكرواتي لا يستسلم حتى لما يكون متأخر في النتيجة، يعود ترة يفوز ترة يخرج بأقل أضرار ألا وهو التعادل. لم ينهزم لحد الآن. إذن المنتخب البرازيلي صحيح لما يسجل عليك هدف صح راح يصعب لك المهمة أكثر، لأنك أنت بين خيارين، يا الاحتفاظ بالنتيجة بهدف متأخر بهدف وتنتظر الربع الساعة الأخير وتجازف يعني، أو تفتح اللعب والبرازيل راح يقضي عليك. نيمار، ريتشارليسون، فينيسيوس معروفة في المرتدات. لكن الكروات قوتهم في عدم الاستسلام والشراسة في اللعب. لكن نقطة الاستفهام غدا هي هل بكل هذه يعني بكل هذا التهويل على المنتخب البرازيلي كأن المنتخب الكرواتي سوف يكون بدون حوافز، سوف يأتي كما قال زين لربما يعني كي قلت لنا لو كان يفتح اللعب بتقليل الأضرار هكذا قلت يبغى جوي بوغ ايفيتيه. بصح ما قلت لكش رايح جاي باش يخسر، لا لا باش يقلل الأضرار. أنا نقول لك لا يا زين، شوف الإحصائيات، اسمح لي نكمل لك، نقول لك الإحصائيات غدا كأس عالم وأورو دائما منتخب ما عدا نهائي 2018 وين يعني انهزم، سامحني دقيقة، انهزم بأربعة اثنين نعم تقريبا كل مباريات، مش انا اللي نقولها الارقام تتكلم، كاع المباريات يمشوا الى ضربة ترشيح او الفوز في الوقت الاضافي، لا حتى الوقت الاضافي ما يفوزوش يعني ضربات ترجيح. منتخب هنا ما يدل انه منتخب اللي يحب يصمد، هنا يعني لما تقول عنده صلابه دفاعيه تزعج حتى المنتخب عنده واش تكلمنا سامعني.